قدرات خارقة. هل أنت تمتلك قدرات خارقة؟ هل أنت تمتلكين قدرات خارقة؟ خلال الدقائق الجاية راح تعرفون هل تمتلكون قدرات خارقة ولا لا. يتنفس الإنسان في حياته 60 مليون مرة، وهذه الكمية الكبيرة من الهواء تكفي لتمليئة 400 منطاد كبير جدا. إذا أنت في مكان وقاعد تشوف حواليك 20-40 منطاد، راح تحس أن هالمناطيد الكبيرة ملأت السماء. ولكن احنا ما نتكلم عن 40 منطاد، ولا حتى عن 50، ولا حتى عن 100 منطاد، نتكلم عن 400 منطاد كبير. هذا الكمية الكبيرة من هواء خرجت من جسمك طوال 60 سنة من خلال الشهيق والزفير. هذا التنفس يجري من خلال الرئتين، ومن خلال إيد واحدة أنت ممكن تغطي الرئتين، ولكن إذا أنت بسطت الرئتين وفرشتهما وفتحت الشعيرات الرفيعة والصغيرة داخلها، لهذه الكمية من الشعيرات الموجودة في الرئتين لملأت مساحة مثل ملعب التنس. سبحان الله، كل هذه مكتنفة في صدر إنسان واحد. بجوار الرئتين هناك القلب، يضخ القلب في حياته كمية من الدماء. كمية الدم اللي تخرج من قلب الإنسان طوال 60 سنة تكفي لتمليئة 700 خزان طيارة جامبو، أحد أكبر الطيارات في الدنيا. سبحان الله، القلب ما يتوقف عن الضخ ولا حتى الثانية واحدة في الحياة، طوال الليل وطوال النهار شغال في ذلك. وسبحان الله، هذه الكمية الكبيرة من الدماء تخرج بس من قلب الإنسان. إذا صعدنا إلى الأعلى قليلا راح نجد أن هناك الفم، ويأكل الإنسان في حياته ما يساوي وزن 6 أفيال أو 30 بقرة. يحتاج الفم إلى قوة طحن هائلة عند الفكين. قوة الطحن الهائلة هذه مقدرة ب 600 رطل لكل سنتيمتر مكعب. قوة طحن هائلة، أكبر حتى من قوة طحن المطاحن الكبيرة وحتى كباسات السيارات والحديد. سبحان الله، هذه القوة الهائلة موجودة في جسمك. يحتاج الإنسان إلى 2 لتر من اللعاب يوميا حتى يسلك الطعام الموجود. الطعام يحتاج إلى 18 ساعة في جسم الإنسان حتى يتحول إلى مواد لازم يتخلص منها، وتضاف الكمية المفيدة إلى الدم. الكليتين تصفيان الدم بمعدل 0.25 جالون في كل دقيقة. نتكلم عن 1 جالون كامل في كل 4 دقائق. وسبحان الله، هذا الكمية الكبيرة من الدماء توجد في جسم الإنسان. خمس كمية الدم توجد بس في دماغك الذي وزنه 1/50 من وزن جسم الإنسان. سبحان الله، هذا الدماغ الصغير وزنه 1/50 واحتوي على 5 كمية الدم. والدماغ حاجة ثانية، في الدماغ عندنا أكثر من 100 تريليون خلية عصبية، يعني أكثر من 100 ألف مليار، يعني أكثر من 100 ألف مليون خلية موجودة بس في دماغ الإنسان. هذا الكمية الكبيرة من الخلايا، هذا العدد هو أكبر من عدد كل الأشجار الموجودة في غابات الأمازون ثلثي أمريكا اللاتينية، اللي أكبر الغابات في الدنيا. وعدد التفرعات الموجودة في هذه الخلايا، خلايا الدماغ، هو أكبر من عدد كل الأوراق الصغيرة والكبيرة الموجودة في كل غابات الأمازون ثلثي أمريكا اللاتينية. وسبحان الله، هذه الكمية الكبيرة من الطاقة من العجائب والغرائب موجودة في جسم كل إنسان. وبعد كل هذا، وبعد معرفتك لهذه القدرات الكبيرة، هل تعتقد أن هذه القدرات تعجز عن إعطائك قدرة على أن تسير في حياتك بطريقة أفضل، على أن تفكر بطريقة إبداعية، على أن تحقق إنجاز ولو بسيط؟ يا جماعة انتبهوا، رب العالمين ما خلقنا بهذه القدرات هكذا عبثا، خلقنا لإنجازات كبيرة جدا. فهل تعتقد بأن رب العالمين خلقك أنت حتى تضيع أيامك for nothing، من أجل لا شيء؟ خلقك بس علشان تشتغل بالمباريات وبالأفلام وبالتسالي وبالسوالف؟ طبعا لا، كل هذه القدرات تعطيك إشارة بأنك تستطيع أن تحقق خوارق في مصطلح البشر. كانت هذه دعوة بسيطة مني لكم.
كان معكم عبيد الجعيدي، والسلام عليكم.